خلاص احنا لايف، تضغطين ستارت هنوف ويبدأ الدكتور فهد. تفضل دكتور، احنا لايف الحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. استكمالاً لرحلة موهبة المستمرة في مجالات الإبداع والابتكار، وإيماناً من هذه المؤسسة العملاقة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، فإنها لا تألو جهداً في بذل الغالي والنفيس في سبيل مصلحة طلابها وطالباتها في كل ما يتعلق بالموهبة والإبداع. ويأتي ضمن هذا السياق تزويد طلاب وطالبات موهبة بأحدث مصادر المعلومات والمعرفة عن طريق الكتاب. الحضور الكرام، نرحب بكم جميعا هذه الليلة في فعالية كتاب مع موهبة التي ينظمها ويشرف عليها إدارة البحوث والتطوير التابعة لمركز التميز. وبهذه المناسبة فإنه لا يفوتني أن أشكر معالي الأمين العام لموهبة دكتور سعود المدحمي الذي لا يالو جهداً ولا يدخر وسعاً في سبيل خدمة الموهوبين. والشكر موصول أيضاً لسعادة الدكتور خالد الشريف مدير مركز التميز، كما أنني أشكر زملائي وزميلاتي في إدارة البحوث والتطوير على الإعداد والتنظيم والتنسيق. الحضور الكرام، لقد أخذت مؤسسة موهبة على عاتقها مسؤولية النشر كأحد اهتماماتها في مجال كتب الموهوبين، لكي تكون رافدا من روافد العلم والمعرفة التي يحتاجها الموهوب. وقد تجاوزت إصدارات موهبة أكثر من 100 كتاب، منها 39 كتابا مترجما، موضوعها الأساس الموهوبون وقضاياهم المختلفة. وهذه الإصدارات متاحة للجميع من مؤسسات وأفراد، وليست فقط حكراً على طلاب موهبة، وبإمكان كل من يريد طلب هذه الكتب الحصول عليها من خلال موقع موهبة على الإنترنت. أيها الحضور الكريم، في هذا المساء المعطر برائحة الكتب والقراءة التي تعد غذاء الفكر، وقع الاختيار على كتاب في غاية الأهمية عنوانه التعلم القائم على المشروعات للطلاب الموهوبين. عن هذا الكتاب وأهميته نستضيف هذا المساء الدكتورة فاطمة بنت أحمد الجاسم. باسمي واسمكم جميعا نرحب بالدكتورة فاطمة. والدكتورة فاطمة اسم لامع في مجال الموهوبين، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في تربية الموهوبين، ورسالتها كانت بعنوان مهارات التفكير حسب ذكاء نظرية النجاح من جامعة الملك محمد الخامس. كما حصلت الدكتورة فاطمة على درجة الماجستير في تخصص تربية الموهوبين من جامعة الخليج العربي. وللدكتورة فاطمة باع طويل في مجال العمل المهني للموهوبين، فقد عملت لمدة 11 عام في مدارس المرحلة الثانوية بالبحرين، ثم عملت كاختصاصية تربية موهوبين بوزارة التربية والتعليم في البحرين لمدة 7 سنوات. بعد ذلك انتقلت الدكتورة فاطمة للعمل كمحاضر في برنامج تربية الموهوبين في الجامعة. والدكتورة فاطمة أيضا العديد من المشاركات العلمية البارزة وحضور المؤتمرات المتخصصة في مجال الموهوبين. مرة أخرى أكرر الترحيب بالدكتورة فاطمة الجاسم، والآن نعطيها المجال للتحدث عن هذا الكتاب. المايك معك دكتورة فاطمة، تفضلي. شكرا دكتور فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فرصة جميلة أن يتجدد اللقاء مع الأخوة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله، وأنا شاكرة لهم هذه الاستضافة واهتمامهم بخدمة الطلبة الموهوبين بشكل عام، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية ولا إنما على مستوى المنطقة العربية ككل. ففي هذا اللقاء يسعدنا جداً أن يكون هذا اللقاء مع أحد الكتب المتميزة التي أصدرتها مؤسسة موهبة، وهو كتاب التعلم القائم على المشروعات والطلاب الموهوبين.
هذا الكتاب هو جملة من مجموعة كتب كما ذكر الدكتور خالد الدكتور فهد عفوا المهتمة التي يعني كانت أحد مشاريع موهبة اللي هي إصدارات موهبة العلمية. فهذا الكتاب الذي أصدرته موهبة في عام 2016 كان يضم 9 فصول. الفصول 3 الأولى تناولت الجوانب المتعلقة بفلسفة النموذج وطريقة تطبيقه، أما الفصول الأخرى فتناولت الجوانب التطبيقية لهذه الطريقة في الفصول الطلبة الموهوبين. أما بالنسبة للفصل الأول والذي كان عنوانه ما التعلم القائم على المشروعات، طبعا الكتاب كان هدفه في البداية تنمية الإبداع لدى الطلبة بشكل عام والطلبة الموهوبين بشكل خاص، أيضا تطبيق التمايز على مختلف مستويات القدرات لدى الطلبة، بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتدني التحصيل الموهوبين وتحفيزهم على الإنجاز بشكل أفضل طبعا. ويركز هذا الكتاب على أهمية زيادة الشغف لدى التعلم لدى الطلبة الموهوبين والطلبة بشكل عام. الفصل الأول مثل ما ذكرت كان يتناول بشكل أساسي تعريف للتعلم القائم على المشروعات. فالتعلم القائم على المشروعات أو طريقة التعلم القائم على المشروعات يقصد فيها مجموعة من المهمات المعقدة التي مبنية على أسئلة ومشكلات صعبة، وهذه المشكلات تتطلب من الطلبة أن يقوموا بحل هذه الأسئلة عن طريق حل المشكلات أو اتخاذ القرار أو الاستقطاع. ويتيح هذه الطريقة للطلبة العمل باستقلالية على مدى مراحل زمنية ممتدة، بحيث تكون نتاج هذا العمل عبارة عن نتاجات متميزة يقدمها الطلبة. بالنسبة حق الفصل، يشير الفصل بشكل أساسي على أساس أن يتعلم الطلاب مجموعة من مهارات الحياة. مهارات الحياة هي 3: الاستعداد، ويقصد بالاستعداد أن كل طالب يعمل على حسب درجة أو مستواه خلينا نقول العلمي ومستواه الأكاديمي، بحيث أن هناك يكون في تمايز على الطلاب. أيضا يمتاز يعني من مهارات الحياة هي المسؤولية، بحيث يكون الطلبة مسؤولين عن كل عمل يقومون فيه من حيث تقدمهم، تراجعهم، وضع أولويات عملهم، أيضا إدارة وقتهم، جوانب القوة وجوانب الضعف لهم. أما المهارة الثالثة فهي المناسبة، ويقصد بها أن يكون كل موضوع يطرح أو كل منتج يقوم به الطالب مرتبط بحياته واهتماماته الحالية والمستقبلية. فبالتالي الفصل اهتم بدرجة كبيرة بقضية بشغف الطالب وبشكل أساسي. أما الفصل الثاني فاهتم بقضية تعليم شعور ملكية التعليم، فتناول الملكية من ناحية 3 نقاط: الجداول الزمنية والعقود ومقاييس التقدير المتدرج. بالنسبة للجداول الزمنية، فمن خلالها يتم وضع جدول زمني يساعد الطالب ويساعد المعلم على إنجاز المهمة وإنجاز مراحل العمل في المشروع. فتبدأ من خلال وضع هدف يراد إنجازه، ويتم وضع هذا الهدف من خلال يعني آخر يوم في عملية التقديم، ثم تبتدي المهمة من اليوم الأول إلى آخره، بحيث أن الطالب في هذا الجدول تتحدد من خلاله مسار إنجازه
والمنتج الذي سيظهر وكيفية عملية التخطيط، ويمكن الشريحة الأخرى توضح شكل هذا الجدول الزمني. فهذا نموذج لهذا الجدول، بحيث يبتدي من يعني نبتدي من آخر يوم مثلاً اليوم العاشر تقديم العرض، ونقوم بالتدريج إجراء العروض إلى آخره، تحديد الهدف وهكذا. وهذه المهمة، هذا الجدول يملى من قبل المعلم ومن قبل الطالب. أما الشعور الآخر المرتبط بالعقود، فهو عبارة عن قعقد واتفاق بين المعلم والطالب على إنجاز مهمات المطلوبة، بحيث يتحدد الهدف والمهارات والناتج التعليمي من هذه المسألة. طبعاً العقد يسهل الأمور ويزيل عملية الرعب الموجود فيه. والشريحة الأخرى توضح نموذج لهذه العقود. وطبعاً الكتاب يضم العديد من النماذج، فهذه أحد نماذج اللي تكون بين المعلم وبين الطالب، في اسم الطالب، اسم المشروع مثل ما ذكرت، المهارات المراد تعلمها، الهدف والناتج، ويكون هناك في توقيع من قبل المعلم والطالب وولي الأمر. أما الملكية الثالثة تتعلق بمقاييس التقدير المتدرج. في مقاييس التقدير المتدرج، طبعاً مطلوب من الطالب أن يعني يهتم في مسألة كيف يقيس هذا التقدير، يعني كيف يقيم نفسه. فعلشان يقيم نفسه فيجب أن يضع هو مع المعلم هذا المقياس. طبعاً المقياس التقدير المتدرج مختلف حسب طبيعة كل مشروع، فالطالب بهذه الحالة يدرك لمتطلبات المنتج وكيف يقوم فيه. ويكون طبعاً في الفصول السابقة الأخرى بتكون هناك توضيح كامل لطريقة عمل هذه المسألة. أما فيما يخص الفصل الثالث، فيتناول هذا الفصل قضية دمج معايير التعلم المختلفة الوطنية والعالمية في الاستراتيجية، ويركز بدرجة رئيسية على كيف ندمج يعني المهمات التعليمية الأساسية اللي تعلمها الطالب، المفروض يتعلمها ويقوم فيها المعلم، وجوهر الموضوع. فمثلا بالنسبة حق سلم بلوم، كيف المهمات المطلوبة من المعرفة والتذكر والفهم وإلى آخره، كيف أدمجها في من خلال المشروع وفي كتابة المعايير الأساسية في هذه المسألة. أما بالنسبة للفصل الرابع، يتكلم عن مفاتيح النجاح في الصف القائم على التعلم المبني. فالمفاتيح النجاح بالنسبة له الاستراتيجية 4 أمور تتناول: الدعم التربوي والإنتاجية والإشراف والتوجيه. طبعاً الدعم التربوي إنه مهم جداً، قضية الدعم من كل أطراف المؤسسة المدرسية وخارج المؤسسة المدرسية مثل أولياء الأمور، المؤسسات الداعمة. أيضاً أن يجب أن يكون هناك إنتاجية متميزة في هذه المسألة، بالإضافة هناك إشراف من قبل المعلم لكل خطوات الطالب، بحيث يعني يكون الطالب يعني واضح بالنسبة له شنو جوانب القوة والضعف التي يمتلكها. وأيضاً التركيز على أن يكون هناك توشراف وتحفيز بشكل دائم، بحيث ينتج يعني الطالب ينتج هذه المهمة. أما الفصل الخامس، طبعاً في نقطة مهمة في مسألة الفصل الرابع، عادة المشاريع اللي هي بسيطة تجعل الطالب في منطقة الراحة، ومنطقة الراحة الطالب لا ينتج فيها، لأنه سوف أو سيقوم بإنتاج ضعيف لا يتناسب مع قدراته واستعداداته. أما إذا كان في منطقة الخطر واللي يقصد فيها إعطاء مجموعة من المهمات العالية
بهذه الحالة بيكون الطالب يتخوف من العمل ويتردد في العمل ولن يقوم بالإنتاج. لكن لما يكون الطالب في مرحلة المخاطرة اللي هو يعني في تحدي عند الطالب، لكن ليست بتحدي صعب، لكن يتناسب مع قدراته واهتماماته، فهذه بيكون فيه الطالب أكثر إنتاجياً. فمهمة المعلم بدرجة رئيسية إيجاد بيئة مناسبة لهذه المهمة. أما الفصل الخامس فيتناول طرق التحكم بالمشروع. طرق التحكم بالمشروع هناك 5 طرق. هل المشروع يقاد من قبل المعلم ولا الطالب؟ أم المشروع يقدم بشكل متقطع أو دائم؟ أم تتم معالجة المواضيع بشكل موضوع واحد أو عدة مجالات؟ أم هذا المشروع يقوم به فرد أو مجموعات؟ أم مبني على منهاج أم استقطاع؟ سنتناول كل نوع من أنواع التحكم. في النوع الأول اللي هو المشروع، هل يقاد من قبل المعلم أو الطالب؟ طبعا هناك في مشاركة من قبل المعلم في الأنشطة اليومية، في المتابعة، في التوجيه إلى آخره، في التدريب، لكن مسؤولية العمل يجب أن تقع بدرجة رئيسية على الطالب. فالمعلم هو مشرف بشكل أساسي، لكن الطالب مطلوب منه الانضباط، عمل المشروع، الالتزام بالجدول الزمني. فبالتالي المشروع كأنه يعني في جزء الأساسي يقع على الطالب في عملية التعلم، في عملية الإنتاج. أما النوع الآخر والمتعلق بهل المشروع يقدم بشكل متقطع أو دائم، فيقصد فيه هل أقدم مشروعات تحتاج يعني كل فترة مختلفة أم تقدم بشكل دائم؟ طبعاً في هذه المسألة يرجع بدرجة رئيسية لطبيعة المشروع. طبيعة المشروع تحتم كيفية تقديم هذا المشروع. لكن من المهم جداً أن يكون جو الفصل الدراسي أو غرفة الصف الدراسي مهيئة بطريقة مثلى لهذه المسألة، بحيث يستفيد الطالب منها بشكل أساسي. أما النوع الآخر والمقصود فيه هل يتم معالجة موضوع واحد أو عدة موضوعات؟ يفصل أن يكون أن تدمج المجروع، يعني يكون هناك موضوع معين واحد تدمج فيه عدة مسائل، بحيث أن يعني في هذا الموضوع يدمج مثلاً موضوع قد يرتبط بمادة رياضيات، بمادة اللغة، بالاجتماعيات أو إلى آخره. لأن المطلوب، لأن العلوم هي علوم تكاملية، فالتكامل في العمل تكون في ترابط بين كل الموضوعات قضية جداً مهمة. وطبعاً النهاية الطالب بيقدم عمل تقديمي أو عرض تقديمي أمام جمهور معين. بالتالي تكامل العلوم مهم في هذا الجانب، وممكن قضية السيم توضح هذه التكامل. الجزء الآخر المتعلق بهل المشروع يقوم به فرد أو مجموعات، طبعا نحن نفضل بدرجة كثيرة أن يقوم بهذا المشروع هي مجموعة، لأن من خلال هذه المجموعات إحنا نؤكد على مهارات القرن 21 المتعلقة بالتواصل وعمل الفرق. لكن في طلاب قد يعني لسبب معين يفضلون العمل الفردي. إحنا نعطيهم مهمة العمل الفردي، لكن نسعى دائما أن نشركهم في عمل جماعي بحيث يساعدهم على التعامل، يزيل بعض المشكلات المتعلقة بالخجل، يعزز إنتاجيتهم، أيضا تواصلهم وتعاونهم. طبعا إحنا نعرف
أن المستقبل أو العمل المستقبلي يركز بدرجة رئيسية على قضية أفرقة العمل. فأفرقة العمل بالنسبة لنا مهمة جدا في هذه المسألة. النقطة الأخرى المتعلقة طريقة التعلم على القائم على المشروعات تدمج عدة استراتيجيات وعدة طرق، ولا تعتمد فقط على مسألة أن أنا فقط أركز على مسألة يعني استراتيجية واحدة، بالعكس. فبالتالي أن إحنا ممكن نكون بعملية إدماج طريقة الاستقصاء أو حل مشكلات أو أي طريقة أخرى في النموذج، لأنه بسهل على الطالب أن يكون في تشبيك في هذه المسألة. فبالتالي يعني ممكن أن يصير عملية حتى تجزئة، يعني مثل يعني أطلب من الطلاب أن يعملون نموذج لكيفية دوران الكواكب حول الشمس، فهذه مهمة تتطلب استقصاء لهذه المسألة وبحث فيها، فإحنا بإمكاننا ندمج في هذه المسألة. كل هذه النواحي تتطلب من المعلم يعني محاولة إيجاد صيغة تتناسب مع طريقته في الشرح، وتتناسب أيضاً من مهم مع الطلبة، كيف الطلبة يفضلون أن تكون هذه المهمة بشكل أساسي. أما الفصل السادس، فالفصل السادس شرح لنا ما هي متطلبات تطبيق هذه الطريقة، فأشار إلى أن إحنا مهم جداً نعلم الطلبة كيفية الطريقة وكيفية البحث، وكيف نعلم أيضاً الطريقة لأولياء الأمور، وكيف نعلمها للإداريين والمعلمين. فيما يخص تعليم الطريقة للطلبة، في هناك عدة أشكال أو عدة نماذج ممكن الكتاب يشرحها توضح طريقة تعليم الطلبة لهذه المسألة. ممكن أبدأ بمشروع مصقر، هذا المشروع المصقر يمكن ينجز الطالب في خلال حصة دراسية واحدة. فالحصة الدراسية الواحدة أعطي مشروع يتطلب مثلاً عرض لمجموعة من المصطلحات المعينة، أو أقدم أنه بإمكانه يسوي وسيلة معينة تشرح لشيء معين، فهذه المشروع تقدم. وبأمانة يمكن يعني في كثير من المعلمين يقومون في البداية بهذه المشروعات المصقرة، وبعدين أبتدي أعطيهم مشاريع قد تطلب يعني أسبوع دراسي، مهمات تنجز على أسبوع دراسي. وعقب ممكن أيضاً أقدم مشروعات تتطلب يعني شهر وتتطلب فصل دراسي. فإذاً أنا أبتدي بالمشروع الصغير وأعلم الطلبة، ثم أتوسع بمشروعات معينة كبيرة، أو ممكن لو فرضاً بديت بمشروع كبير أن أجزأ هذا المشروع، بحيث أبتدي بمرحلة معينة أدرب الطلاب عليها، ينجز هاي الطلاب، وهكذا. فخطوة بخطوة يتم إنجاز المهمة، طبعاً مع الالتزام بأن يعود الطلبة على أنهم يلتزمون بتقديم كل مهمة ضمن المدة الزمنية والفترة الزمنية، يعني الوقت الزمني المخصص لهذا العمل. أيضاً من المهمات المهمة أو متطلبات تطبيق الطريقة تعليم الطلبة كيفية البحث، وهذه أهم نقطة في الموضوع. فعشان كذا يقدم الكتاب مجموعة من الأمثلة والنماذج كيف أعلم الطلاب أن يبحثون من خلال الكتب، المراجع، كيف يبحثون من خلال الإنترنت،
كيف بإمكانهم أن يسوقون يعني ما تم البحث منه بأسلوبهم الخاص، كيف بإمكانهم يقومون بجمع البيانات، إعداد استمارات الأسئلة، كيف يتعلمون من الآخرين، كيف يتواصلون مع الآخرين والخبراء في المجالات المتعددة، كيف يجرون المكالمات، كيف يعدون اللقاءات مع المختصين، كيف يدونون ملاحظاتهم ويعلقون عليها. فبالتالي يعني هذا متطلب جدا مهم في مسألة تطبيق الطريقة. ففي تركيز من الكتاب ويعطي مجموعة من الأمثلة العملية في هذا الجانب. أما ما يختص بتعليم الطريقة لأولياء الأمور، يمكن احنا شفنا في السلايدات السابقة ان هناك في توقيع لأولياء الأمر في العقد، وطبعا الطريقة قد تكون ليست طريقة تقليدية كما اعتاد عليها أولياء الأمور. فبالتالي يجب أن نقوم بعملية توعية لمسألة لهذه الاستراتيجية لدى أولياء الأمور. كلما كان أولياء الأمور أكثر وعي وأكثر وضوح بالنسبة لهم لطبيعة المهمات المطلوبة في مطلوبة منهم ومساعدة أبنائهم في إنجاز المهمات الموكلة لهم، أكيد بيقدمون يعني دعم للطلاب لأبنائهم، وبيقدمون دعم للمعلم في تطبيق هذه المهارة في داخل الفصل. فبالتالي ممكن تكون وسائل التواصل مع المعلم قصدي عفوا مع أولياء الأمور متعددة. ممكن قد تكون عن يعني أكون لنفترض لقاء توضيحي، ممكن أقدم عرض من خلال وسائل التواصل، أقدم رسائل نصية مثلا في الواتساب أو وسائل تواصل أخرى ممكن أستخدمها لتحفيز أولياء الأمور على متابعة إنجازات أولياء أبنائهم. وطبعا أولياء الأمور يفرحون جدا بمنتجات أولياء منتجات أبنائهم، فيسعون دائما لدعمها. والنقطة الأخيرة في هذه الفصل تتعلق بقضية تعليم الطريقة للإداريين والمعلمين. مهم جدا إذا كان المعلم يعني يرغب في تطبيق هذه الاستراتيجية أن يوضح للإدارة المدرسية كيف إنجاز هذه الطريقة. وهذه الطريقة تتطلب خروج الطالب من الفصل، قد تتطلب خروجه حتى من المدرسة في مهمات معينة. فكلما كان أولياء الإدارة المدرسية واضحة لهذه يعني متطلبات تطبيق هذه الطريقة، بيكون دعمهم أكثر في هذه المسألة. أيضا هي فرصة أن إشراك باقي الزملاء في تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حضورهم مثلا الفصل، من خلال تقديم ورش عمل لزملائهم في هذه الطريقة، بحيث تكون المدرسة كلها قائمة على تطبيق هذه النظرية، على تطبيق هذه الطريقة في هذا المجال. بالنسبة حق الفصل السابع، الفصل السابع كان يهتم بقضية كيف يتم تمكين الطلبة. فتمكين الطلبة يتم عبر استخدام مقاييس التقدير المتدرج، لكن يجب أن أوضح للطلاب فوائد استخدام هذه المسألة. ففي البداية أطرح على الطلاب هم مسؤولين عن تقييم أنفسهم، فلما يعني الطلبة بيشعرون بأهمية تقييم لأنفسهم سوف يشعرون نعم. هل تقصدين يا دكتورة أنه يعني كل طالب يقيم زميله؟ لا، الطالب يقيم نفسه.
في هذه المسألة، يعني الطالب لما يعد المقياس التخدير المتدرج مع الأستاذ مع بعض، بعد ما ينتج هذا العمل في البداية هو يقيم نفسه ويقيم المعلم، ممكن إشراك الزملاء في التقييم. التقييم بيساعد الطالب على أنه يشعر بمسؤوليته، يتوضح، يعني يحاول أنه يضع توقعات عالية لإنجازه، لأن هنا في الشريحة المقبلة بنوضح هذه المسألة، بيصير حفزة. يعني أنا مثلا مع الطالب بقول له في البداية لما بشتغل معه، بقول له إحنا في عندنا تقدير ممتاز وجيد وحاجة للتحسين، شنو نبي نقيم؟ لازم أحدد أبعاد التقييم، مثلا أبقيم محتوى العمل، أبقيم طريقة العرض، أبقيم المسؤولية. فالشريحة الأخرى توضح مثلا هذه النموذج الممتاز في المحتوى في له شروط، الممتاز في الجيد في لها شروط، الممتاز في حاجة للتحسين لها شروط، أيضا في المسؤولية في لها شروط، في شروط الممتاز إلى آخره. فهو لما يقدم العمل، إذا كان هذا المحتوى يضم مجموعة من التفاصيل والطالب أتم هذه المسؤولية في الفترة الزمنية المحددة وقام بكل هذه المسائل، سوف يحصل على ممتاز. لكن إذا كان هذا الطالب مثلا كان مقصر، وكان مثلا أنجز المهمة لكن مو بشكل واضح، فهو بيقيم نفسه، بيقول أنا أستحق الجيد لا أستحق الممتاز، لكن في المسؤولية قد أستحق الممتاز، وهكذا. فهذه تجعل الطالب. دكتورة، من يملك صلاحية؟ دكتورة لو سمحتي، من يملك صلاحية التقييم النهائي؟ هل هو الطالب أم المعلم؟ تكون التقييم الفعلي بالشراكة للمشروع، تكون شراكة بالشراكة، شراكة بين الطالب وبين المعلم. بعد أن يقيم الطالب هذا المقياس، المعلم مطلوب منه يقيم ويطرح له شنو الفروق بين تقييم الطالب وبين تقييمه، بحيث الطالب يكون قادر على أنه يقيم نفسه ويضع نفسه. فهذه أحد يعني الأشياء المهمة بالنسبة حق طريقة التقديم. بالنسبة حق الفصل الثامن، الفصل الثامن يشرح بدرجة رئيسية كيف احنا نهتم، يعني عشان تكون كل العملية تجرى بشكل مهم، مطلوب نهتم بالبيئة، نهتم بالبيئة اللي هي البيئة الصفية، غرفة الصف، ماذا يجب ان تتوفر فيها، مو بس بيئة الفصل، ايضا بيئة المدرسة. في بيئة الصف يجب ان يكون الصف غير تقليدي، ترتيب المقاعد تتيح أن تكون بشكل مرن، تكون هناك في زوايا، إذا كان الطالب سوف ينجز مجموعة من التجارب العلمية، على الأقل في ركن بإمكان ينجز المسائل، وإذا كان صعب توفيرها في داخل الفصل، ممكن الطالب ينتقل بسهولة وبسلاسة إلى مختبر المدرسة وينجز المهمة. توجد أيضاً في هذا الفصل مجموعة من الأجهزة تتعلق، مثلا تساعد على عملية الرسم، في كاميرات بحيث الكاميرا من خلالها يقوم بالتواصل أو بعقد لقاءات مع الآخرين، في أجهزة كمبيوتر موجودة، في لوحات تفاعلية، في أقلام، في مصادر، في كتب، يعني كل ما يحتاجه هذا الطالب لإنجاز عمله موجود في هذا الفصل. إذا كان غير موجود في هذا الفصل، موجود في المدرسة، في تلفونات، ممكن من خلال التلفون يتواصل مع أي مؤسسة ويعقد لقاء ويسألهم عن هذه المسألة. فبالتالي بيكون أجواء، هذه أجواء غير تقليدية.
في هذا الجانب. والطالب يعني على الأقل أنا طبقت هذا الجزء منها مع طلابي في محاضراتي، كان الطلبة لا يشعرون بالوقت، الوقت يسير بشكل سريع، يعني الثلاث ساعات تمضي كأنها نصف ساعة، فصير في يعني طريقة العمل غير تقليدية. الفصل التاسع يتناول بدرجة رئيسية شنو دور المعلم في تقديم مساهمات، احنا نقدر نسميها مساهمات ليست معرفية، يعني مساهمات تتعلق بالجانب الانفعالي والجانب النفسي والاجتماعي حق الطالب. أكيد الطالب سوف يعني بيكون تحت ضغط، فالضغط بيشعره بالتوتر، وكل إنسان لما يكون في التوتر وفي فترة زمنية معينة وفي يجب أن ينجز هذه المهمة ضمن يعني مستوى معين، كيف أعلم يعني أساعد الطالب في إدارة التوتر اللي عنده، كيف أعلمه على التنفس، تمارين التنفس، تمارين التأمل. قد يكون يا دكتورة هذا النوع من التعليم دافع للتخلص من التوتر في حياة الطلاب. أحسنت، بس أيضا وجود وقت زمني، يعني مثلا إحنا الطالب لما يكون عنده مشروع تخرج، مشروع التخرج في مثلا بيقدمه في فترة زمنية معينة، في نهاية الفترة الزمنية لازم يصاب الشخص بالتوتر، فإحنا بنساعده على هذه المسألة. بعدين أتيح له مجال الحرية، قضية الاختيار، لما أقول له اختار مشروعك، اختار عملك، اختار الطريقة اللي بتتواصل فيها، فبالتالي أنا أعلمه على أنه يكون له رأي واستقلالية معينة. أيضا في ظل العمل الطالب ترى ساعات يفقد الهدف، يعني ينجز فقط يبحث، قد يبحث في شيء مو هو المطلوب. فمطلوب من المعلم أن يساعد الطالب أن يكون دائما عين على الهدف بشكل أساسي. هنا يأتي دور المعلم يا دكتورة. أحسن، دور المعلم في عقد اجتماعات، يعقد اجتماعات، لقاءات دائمة بحيث يقدم. أحسن دكتور فهد، فهذه مهمة في هذه المسألة. زين، بعد ما تكلم الكتاب بشكل أساسي عن الأدوار يعني في الفصل يعني التاسع، ركز على قضية إن الاجتماعات اللي مع الطالب تتركز على قضية إن الطالب يكون يتعرف على نقاط القوة والضعف من خلال شنو؟ ملف الإنجاز، وين الأشياء اللي تم إنجازها ومتميز فيها الطالب والأشياء تحتاج مهز. أيضا توجيهها إن كيف حقق النجاحات، وإن الفشل لا يعني إن نهاية العالم، إن الفشل هي خطوة للتراجع للخلف بحيث أنطلق لشيء أساس أكثر، وكيف تتم عملية توزيع الأدوار. كل هذه الأمور مهمة المعلم أن يقدم فيها يعني عمله بشكل أساسي. خلاصة الكتاب تؤكد على الأهداف اللي وضعناها في البداية حق الكتاب، اللي تتمثل أن احنا يعني سوف ننمي الإبداع ونمي التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وهي أحدى مهارات القرن 21. أن الطالب سوف يعني يهتم بقضية الفروق ويمايز في مستويات المختلفة من خلال معرفة نقاط قوته وضعفه. في نفس الوقت الطلبة يعني الموهوبين اللي عندهم قدرات عالية، لكن المدرسة بطريقتها وأسلوبها لا تشكل تحدي بالنسبة لهم، بالعكس بيحفزهم للعمل، بالإضافة إلى أن هناك سوف يكون هناك حافز التعلم. فالكتاب من خلال ما يقدمه من إنجازات يقدم على هذه المسألة. أيضا الكتاب يضم مجموعة من الملاحق
الملاحق اللي تشرح مثلا كيف تنجز مشروع صغير، يعني ما عطيت مثلا هذه مشروع صغير يتعلق بالبلاستيك وكيفية عمله. أيضا يقدم مثل ما قلت لكم ملحق بخصوص عقد العمل. يعني هذه كأمثلة يا دكتور، هذه كأمثلة. نعم يا دكتورة أحسن، الملاحق أمثلة هذه مساعدة. فبالتالي يعني هذا الكتاب يعني أنا أعتقد هو جميل، فيقدم هذا الكتاب في نهايته مفيد جدا حق المعلمين الموهوبين، لأنه يقدم شكل تفصيلي وعملي للمعلم ينجز. فهو يعني أنا شخصيا مثل ما ذكرت قمت بتطبيق جزء كبير من هذا الكتاب مع طلبتي في الدراسات العليا، وطلبت أيضا من بعض في بعض الورش اللي قمت فيها من المعلمين يطبقونه ويقدمون ملاحظاتهم عليه. يمكن ما يأتني وايد يعني التطبيقات، بس في أحد الزميلات اللي طبقت من خلال مع مجموعة من الطلبة الموهوبين ذكرت بأن الطلبة الموهوبين فعلا يعني ساهموا، يعني كانوا مستمتعين في العمل، وإحنا مهمتنا جدا أن نحقق هذا الاستمتاع في العمل في هذه المسألة. فبالتالي إحنا مطلوب منا أن نعزز ونبني استدامة التعلم القائم على المشروع. فعلشان نبني ونعزز استدامة التعلم القائم على المشروع محتاجين أن تكون لنا رؤية، محتاجين أن تكون لنا أن تكون هناك ثقافة ننشرها في مجتمعنا تتعلق بهذه المسألة، مسألة أن يكون المتعلم إحنا نركز على أن يكون يعني التعلم قائم على المتعلم، فهذا نموذج لهذه المسألة. نبني قدرات الطلبة ونراجع هذا العمل ونشوف وين وصل الطلبة في أعمالهم. في لقائي السابق معاكم كان هناك تكلمت عن معايير أن هناك في معايير استراتيجيات التعليم القائم على المشروعات، في معايير تتعلق بالتصميم، ويمكن في جهة موجودة في أمريكا قاعدة تحاول بأي طريقة تنشر هذه الثقافة طريقة التعلم القائم على المشروع في المدارس، وتساعد المدارس من خلال معايير تصاميم المشروعات أو من معايير الممارسات الخاصة بالممارسات التدريسية. فطبعاً المعايير هي التحدي والاستفسارات والأصالة اختيار الطلبة، ومعايير التصميم أيضاً الممارسات التدريبية تتعلق بالتصميم والتخطيط، التوافق مع المعايير، بناء الثقافة والممارسات التدريبية. أمانة هذا الكتاب يعني في نهاية يمكن لقائي معاكم أقدر أقول بأن هو يعني كتاب عزز أو نمى الطلبة الموهوبين وحقق التمايز، وهذا الكتاب يعني تشكر عليه موهبة لترجمته لهذا الكتاب، لأن مثل ما ذكرت كان يطرح ويعزز إمكانات المعلم، يعني يسهل تطبيقه بشكل سلس حق المعلم. فالشكر موجه لمؤسسة موهبة على اهتمامها بتقديم شيء متميز في الثقافة العربية وثقافة الموهوبين بشكل أساسي، بحيث تدعم ليس الطلبة الموهوبين، تدعم كل الأطراف، تدعم متعلمين ومختصاصيين، تدعم المتعلمين، تدعم أولياء الأمور والطلبة. فشكراً موهبة وشكراً للاستضافة مع يعني أحدى مساهماتكم المتميزة كتاب مع موهبة. شكراً للجميع وشكراً يا دكتور فهد على هذه الاستضافة. شكراً لك دكتورة فاطمة أيضاً على قبول الدعوة وعلى هذا العرض الجميل والشيق الحقيقة اللي استمتعنا فيه من خلال يعني هذه الرحلة مع هذا الكتاب الجميل،
هو كتاب في غاية الأهمية، كتاب التعلم القائم على المشروعات للطلاب الموهوبين لمؤلفه تود ستانلي وترجمة مؤسسة موهبة، وهو كتاب مهم في مجاله وفي نمط من أنماط التعليم الحديث والعصري. مرة أخرى نشكر الدكتورة فاطمة على هذا العرض الجيد والشيق في الوقت نفسه. الآن ننتقل للأسئلة. الآن نعطي الفرصة للحضور، إذا كان هناك أحد لديه مداخلة أو سؤال فليتفضل. يبدو أنه ما شاء الله يا دكتورة، يعني بأهمية المحاضرة والإلقاء الجميل والشيق، الحضور اكتفوا بالعرض الجميل الذي قدمتيه، ولا أملك في ختام هذا اللقاء باسمي واسم زملائي جميعا في مؤسسة موهبة وعلى رأسهم معالي الأمين العام الدكتور سعود المدحمي أن نقدم لك جزيل الشكر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في فعالية كتاب مع موهبة. والسلام عليكم جميعا وتصبحون على خير. شكرا للجميع، شكرا للأخ الدكتور فهد، شكرا للطاقم اللي قدم هذا العمل. وأنا بالعكس أتمنى يكون هذه النوعية من اللقاءات في كتب فرصة للحديث، ويعني وأدعو كل المعلمين الموهوبين وغير الموهوبين يسعون لتطبيق هذا الكتاب في داخل غرفهم الصفية. من المؤكد أنهم سيستمتعون وسيستمتع أيضا طلباتهم. شكرا جزيلا للجميع. شكرا يا دكتورة، ونختتم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ندى الهنوف، ندى الهنوف، ألو، هلين هلين الهنوف، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية.